ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم. أهلا ومرحبا بك أستاذ عز الدين. بداية، بعد خطاب الرئيس محمود عباس في رام الله، كيف ترى مستقبل المصالحة الفلسطينية؟ يعني باختصار نقول أن الرئيس محمود عباس في خطابه أمس أمام القيادة الفلسطينية دق المسمار الأخير في نعش المصالحة الفلسطينية. كنا نود أن يرتقي الرئيس محمود الفلسطيني لمستوى المسؤولية التي يتولاها، وأن يقدم خطابا وحدويا وطنيا قادرا على مواجهة ما يحيق بالقضية الفلسطينية من تحديات، في مقدمتها ما تجهز له الإدارة الأمريكية فيما يسمى بصفة القرن. لكن للأسف الرئيس محمود عباس اختار أن يختزل القضية الفلسطينية بخلافه السياسي مع حركة حماس، وأن يطلق النار على نفسه، وبخطابه هذا أطلق النار على نفسه في النهاية. يعني في أي يعني تحدي يواجه أي كيان سياسي، سواء دولة أو تنظيم أو حزب، إذا واجهك تحدي خارجي أول شيء تقوم به أن تقوي جبهتك الداخلية، بأن تصطلح مع نفسك، بأن تعيد ترتيب أوراقه. لكن الرئيس محمود عباس للأسف اختار أن يطلق الرصاص على نفسه، وأن يقطع علاقته بخصومه السياسيين في فلسطين وفي مقدمة حركة حماس، وأن يصعد بهذا الاتجاه. وبالتالي نحن لا يمكن لنا أن نتحدث عن مصالحة الآن في ظل ما أعلنه الرئيس محمود عباس. واضح أن طيب ماذا ماذا عن رد حماس؟ كيف تجدونه؟ يعني حركة حماس بما أصدرت من مواقف هو الرد المتوقع. حركة حماس لا يمكن لها أن تنساق وراء يعني تصعيد مضاد الظرف الذي تمر به القضية الفلسطينية وقطاع غزة تحديدا، لا يسمح بمزيد من التصعيد. العدو الإسرائيلي يتربص بالقضية الفلسطينية ويسعى جاهدا ليجهز على ما تبقى منها، فبالتالي المسؤولية الوطنية على الجميع، سواء على حماس وعلى غير حماس، تتطلب أن يرتقي الجميع إلى مستوى يعني من المسؤولية الوطنية لمواجهة ما تتهدد به القضية الفلسطينية. فبالتالي حماس يعني قدمت هذا الرد، قالت أن هذا الخطاب مرفوض، وهذا الخطاب يساعد على يعني يقدم خدمة زي الاحتلال، وبالتالي هذا ما هو متاح أمامها الآن في ظل ما يتم الحديث عنه عن عقوبات جديدة يعني يتوعد بها محمود عباس للأسف. طيب، يعني بعد دعوة الفصائل الفلسطينية الرئيس عباس لعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد غزة، هل تتوقعون أن يستجيب الرئيس محمود عباس لهذه المطالبات؟ للأسف يعني الفصائل الفلسطينية حاولت استباق ما تم تسريبه خلال الأيام الماضية من نية مسبقة لمحمود عباس لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد حركة حماس في غزة، بالدعوة إلى أن يتمهل وأن يتراجع عنها. لكن للأسف هذا الرجل يعني ماض في إجراءاته، لن يلتفت للأسف، ولا يرى إلى نفسه، لا يلتفت إلى الفصائل الفلسطينية. على سبيل المثال الفصائل الفلسطينية الكبرى، حماس والجهاد وحتى الجبهة الشعبية، دعت صراحة إلى يعني رفض أو إلى عدم عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني القادم في رام الله، ومع ذلك الرئيس محمود عباس تجاهل كل هذه الدعوات. طيب، ومستمر في عقده، فبالتالي هو لا يستجيب لأي دعوات تصدر من الفصائل الفلسطينية، هو لا يستجيب لأي صوت داخلي في حركة فتح. إذن فكيف سيستجيب لأصوات خارجية؟ إذن هو لا يستجيب. هناك ما يرى أن هذه الأزمة ستصب بالنتيجة في مصلحة ما يسمى بصفقة القرن. عدم مدى استجابة أو عدم استجابته، إلى أي مدى سيستفيد أبو مازن من صفقة القرن إذا ما تمت؟ بلا شك المستفيد الأول والأخير من مما ورد في خطاب الرئيس عباس أمس هي الإدارة الأمريكية اليمينية المتطرفة، ومن خلفها سلطات الاحتلال وحكومة الاحتلال. صفقة القرن لن تجد أفضل من هذا الظرف الذي للأسف وفره محمود عباس بمزيد من تعميق الانقسام لتمرير هذه الصفقة. كنا ننتظر من الرئيس محمود عباس أن يقوي الجبهة الداخلية، أن يتم المصالحة ليستطيع الشعب الفلسطيني مواجهة هذه المخططات، ولكنه للأسف خيب أمال الجميع بإصراره على خطاب انفصالي، خطاب تقسيمي، خطاب للأسف مهد وساهم في يعني توفير المناخ المناسب لصفقة القرن لكي تمرر في فلسطين. فبالتالي للأسف صفقة القرن ماضية في طريقها. الإدارة الأمريكية يعني مصرة ومصممة على أن يعني تتجاوز الجميع لتمرير هذه الصفقة، وبالتالي المستفيد الأول من هذه التصريحات التي صدرت عن الرئيس محمود عباس للأسف هو الاحتلال والإدارة الأمريكية. من اسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني السيد عز الدين إبراهيم، شكرا جزيلا لك.